للوقوف عند استمرار الصراع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري في ظل اتهام الأخير للقضاء بالانحياز السياسي لخصومه، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعم الراوي، وعبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معكم دكتور نعمة، يعني بعد البرلمان حول مقتدى الصدر اتهاماته للقضاء، ولكن السؤال المطروح هنا يعني ما الذي جعله يدفع أنصاره أمس للاعتصام أمام مجلس القضاء، وما الذي جعله يأمرهم بالانسحاب؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبضيفك الكريم أيضا. الحقيقة لم تكن هذه الخطوة مفاجئة، وكنا كثير من المحللين يتوقعون أن الصدر يقدم على مثل هذه الخطوة لأسباب متعددة، منها دخول المجلس الشعب او المجلس الوطني، نعم. شو يسموه؟ نعم. بيت الشعب، شو يسميه؟ نعم. وفشل او عدم استجابه الاطار التنسيقي لهذه الدعوات الاصلاحيه على قدر الامكان، انه الصدر يدعو الى اصلاح العمليه السياسيه، لكن هي العملية الفاسدة، كيف أنه الصدر يستطيع أن يصلح هذه العملية إلا من خلال القضاء؟ نعم. ولذلك أنه وضع نصب أعينه أو عينه أنه القضاء يجب أن يكون متحررا، يجب أن يكون مساندا للإصلاح وليس آفة تنهش بالمجتمع العراقي، آفة مسلطة على رقاب الفقراء الذين ليس لهم من معين ولا لهم من ناصر. طيب. سوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك القضاء مع الأسف كان مسيسا حتى النخاع ومنحازا إلى الإطار التنسيقي، أي أنه جماعة فاق زيدان. طيب. لهم دور أساسي في مثل هذه العملية، أو أنهم دفعوا الصدر أن يتخذ مثل هذه الخطوة التي كثير من المحاذير. نعم. كان فيها دكتور نعمة. ولذلك دكتور نعمة يرجى أن تبقى معنا، سأنتقل إلى الأستاذ لبيد. أستاذ لبيد، أجدد الترحاب بكم. يعني مقتدى الصدر وجه انتقادات حادة للقضاء على خلفية عدد من قرارات المحكمة العليا هنا، هل بالفعل أن القضاء مسيس في العراق؟ ولكن السؤال الأهم والأبرز، لماذا مقتدى الصدر وجه انتقاده إلى القضاء في هذا التوقيت تحديدا أستاذ لبيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله، وتحياتي الخاصة إلى ضيفك الكريم. أهلا بك سيدي الكريم. بالنسبة لك جوابا على سؤالك الأول، أعتقد أن ضيفك أجاب عليه بوضوح بأن القضاء لا بلا شك مسيس، وهو منذ تأسيسه بعد تأسيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بعد السقوط في عام 2003، الأساس الذي تأسست عليه المفاصل القضاء العراقي بالحقيقة هي تجعل منه بدون أي أدنى شك تجعل منه قضاء مسيسا، لأن المحاصصة بالحقيقة تشكل صلبة الميكانيكية تأسيس المجلسين، المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى. لذلك فنرى في كلا المؤسستين، وهما أعلى مؤسستين في المنظومة القضائية العراقية، نرى هناك تمثيل محافظي تحافظي فيها. يعني هناك المجلس يتألف من أربع قضاة، قاضي شيعي وقاضي سني وقاضي كردي وقاضي يمثل الأقليات الأخرى الدينية والقومية القومية الأخرى. طيب. فالمحافظة داخلة في الموضوع، ومو بس هذا، الأحزاب هي التي تضغط على المجلس القضاء فيما يتعلق بالقضايا التي تصل إلى المحاكم التي تتبع المجلس القضاء
الأعلى. لذلك كما قدمتم في مقدمتكم الكثير معظم القضايا التي تمس المسؤولين المدعومين حزبيا في الحقيقة إما أجلت أو أنها ميعت هذه أو أنها ركنت في الرفوف الخلفية لمجلس القضاء. طيب. بالنسبة لموقف الصدر من مجلس القضاء بالحقيقة السؤال وهذا الجزء الآخر من سؤال حضرتك. المقتدى الصدر أو التيار الصدري رفع موضوعين، واحد وجهه إلى مجلس القضاء الأعلى والآخر وجهه للمحكمة الاتحادية يتعلقوا بحل مطالبتهم كلا المؤسستين بإبداء رأيه باتخاذ قرار بحل مجلس البرلمان. الغريب والملفت في الموضوع أن مجلس القضاء الأعلى الذي يترأسه فائق زيدان أنه حسم هذا الموضوع بسرعة، يعني في غضون 48 أو 72 ساعة أصدر قرارا بأن مجلس القضاء لا غير مختص في مسألة حل البرلمان ورفض هذه الدعوة، في حين أن هناك قضايا مضى عليها أكثر من 10 سنوات وهي قضايا خطيرة جدا جدا لم يبت القضاء مجلس القضاء الأعلى بها إلى حد الآن، رغم مطالبات الجماهيرية ومطالبات الكثير من السياسيين بهذا الموضوع. يعني على سبيل المثال أقرب مثال على ذلك مثلا تسريبات المالكي، وهي تسريبات فيها 3 قضايا كبيرة، أولها التخابر مع دولة أجنبية، ثانيها التهديد بالقتل لأشخاص معروفين بسماهم بالاسم، وثالثها التآمر مع ميليشيا مسلحة غير خارج عن القانون التآمر معها في مسألة زعزعة أمن الدولة. هذه قضايا جدا كبيرة إلى حد الآن لم يبدي رأي، ولا نعرف ماذا يحصل في أروقة مجلس القضاء الأعلى بشأن هذه القضايا الكبيرة. لذلك هذا استفز الصدر وجعله يطلق هذه التصريحات. دكتور نعمة، هناك تصريح لقيادي في التيار الصدري يقول بأن الإطار التنسيقي يضغط على القضاء لإصدار قرارات لصالح الإطار. هناك رأيان، هناك من يقول أن القرارات الأخيرة التي صدرت عن القضاء توحي بأن هناك ضغوطا تمارس على القضاء. هناك رأي آخر يقول عدم تلاقي مصلحة مقتدى الصدر مع تلك القرارات هي التي دفعته لكي يدلي بهذه التصريحات. أي الرأيين قد أصاب كبد الحقيقة دكتور نعمة؟ أخي الكريم، لكل متابع، لكل محلل، لكل إنسان يهم مصلحة العراق يرى أنه القضاء العراقي مسيس حتى النخاع، مسيس لمصالح شخصية، لمآرب شخصية، أي بمعنى أنه جماعة فائق زيدان عندما تكون القضية مهمة أو مهتمة أو متصلة أو لها علاقة بالإطار ترى القرار حاضر 180 درجة. عندما يكون مخالف لهذا الشيء يعطي، كما أشار ضيفكم الكريم أنه لما طلب الصدر من القضاء حتى ينظر في قضية حل مجلس خلال 3 أيام أو 4 أيام أصدر قرار أنه ليس له اختصاص. زين، كل هذه القرارات اللي قمت بإصدارها ضد العملية السياسية اللي هي منتهكة أصلاً من قبلكم، منتهكة من قبل الإطار، من قبل البقية الباقية، أنه أصبح في هذا القرار أنه يعني الصدر، أنا الحقيقة الصدر ليس بريء من كل هذه الأشياء. طيب. الصدر ليس بريء، الصدر ليس بريء بدليل أنه من البداية كان مساير لقضية الإطار قبل من سنة 2010. طيب. عندما فاز علاوي. نعم. والمفروض إذا يحترم القضاء الصدر من ذاك الوقت أنه لا يقف موقف المساند والمؤيد لقرار المحكمة في ذلك الوقت، وعلى أساسه اختير المالكي لرئاسة الوزراء. نعم. 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 نعم
فهذه كانت مصيبة، هذه كانت فاجعة للقضاء العراقي. كيف أنه قائمة فازت بأكثرية المقاعد أنه بطلب من المالكي شخصيا، حسب كثير من الوثائق بطلب شخصي وبدعم إيراني، أنه لن يفوز علاوة في هذه المرة. طيب دكتور نعم، أنتقل إلى الأستاذ لبيد. أستاذ لبيد، هناك اتهامات صريحة وواضحة للقضاء في أنه أنقذ العديد من الساسة الذين تم اتهامهم بالفساد وبالتالي تم تبرئتهم. هل للمحاصصة دور في مثل هذه القضايا أستاذ لبيد؟ نعم بلا شك. يعني أيضا نعود إلى المقدمة التي تفضلتم بها في التقرير الذي سبق المقابلة هذه. نعم. تعرج على كثير من الملفات التي تخص كثير من المسؤولين والسياسيين المتهمين بالفساد، وهناك أدلة ووثائق تدينهم، لكن القضاء والمحاكم تعامت عن هذه القضايا وكانت شديدة العقوبات وسريعة القرارات فيما يتعلق بقضايا صغيرة تمس المواطنين غير المحميين حزبيا والبعيدين كل البعد عن المحسوبيات الحزبية. هناك تقارير تؤكد بشهادات محامين وبشهادات قضاة من جسم المجلس القضاء الأعلى يؤكدون بأن 70% من القضاة والمسؤولين بما فاصل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية هم إما خاضعون لحزب الدعوة أو أعضاء في حزب الدعوة. لذلك فإن حزب الدعوة بقيادة المالكي هم أكثر ذوي النفوذ والتأثير على قرارات مجلس القضاء الأعلى. طيب. وعودة إلى سؤال حضرتك، نتذكر على سبيل المثال فلاح السوداني، ونتذكر أيضا محمود النصراوي، ونتذكر كثيرين غيرهم من المسؤولين الذين ثبتت عليهم تهم. النصراوي محافظ البصرة. نعم محافظ البصرة. نعم محافظ البصرة. نعم. بالضبط. نعم. كل هؤلاء يعني إما برئوا أو أن المحكمة انتظرت أن يغادروا العراق بالضبط. حتى تصدر. نعم. تصدر قراراتها يعني بشأنهم. وهناك ملف من هناك أكثر من 1000 ملف يتعلق بعملية قتل المتظاهرين في انتفاضة تشرين، لم يحسم أي واحد من هذه الملفات بما فيها ملف هشام الهاشمي الذي قتل وقاتله اعترف. نعم. وهناك شهود واعترافات وأدلة، لكن إلى حد الآن لا أحد يعرف أين هو القاتل، هل هو موجود في السجون أم تم تهريبه. هناك مصادر تؤكد بأن تم تهريبه إلى إيران. والشعب لا يعرف بذلك، والقضاء والمجلس القضاء يعتم هذه المسائل كلها يعتمها على الشعب. يعني أصبحت هناك هو بين مجلس القضاء وبين المؤسسات القضائية العراقية وبين الرأي العام والشعب. الشعب أصبح كله على دراية وعلى معرفة ومتيقن بأن القضاء هو ربما أفسد مؤسسة. نعم. أفسد سلطة من بين السلطات الثلاث التي طيب. هي فاسدة أيضا. طيب أستاذ لبيد، دكتور نعمة، دكتور يعني موضوع تدخل القضاء في الحياة أو في جنبات الحياة السياسية، هل سيترك آثار واضحة على الحياة العامة؟ هل سيترك آثار على المنظومة السياسية مستقبلا؟ الحقيقة هذا مؤكد، شيء مؤكد، أنه دائما النظام الفاسد يخلق نظام أفسد. ولذلك أنه ما زال القضاء لم يشذب ولم يطهر من الفاسدين ومن النفعيين ومن الأصوليين الذين أصبحوا آفة على المجتمع داخل النظام القضائي. وعليه أنا أعتقد، وهذه يعني قراءة ربما تكون صحيحة، أو أنه
الصدر لن يتراجع، وإذا تراجع فهذه الفترة فالخيم بقت كما هي، فهو ربما في مستقبل الأيام سيعيد الكرة مرة أخرى، وهذه المرة إذا ما تكررت فالقضاء وزيدان وغير زيدان سيكونون في خبر كان. طيب أستاذ لبيد، باختصار لو تفضلتم بذلك، هل الإطار التنسيقي له الرغبة في أن يشعل اقتتال شيعي شيعي وذلك من أجل البقاء في السلطة؟ باختصار لو تفضلتم. أنا لا أعتقد، لا أعتقد، لأن الأمور لن تجري لصالحه. يعني الاقتتال لن يؤدي إلى حل، لأن الجميع كل الطرفين المتصارعين بالحقيقة يمتلكوا قوات مسلحة. نعم. وهذه الفوضى إذا تمت يعني لن تمر بسلام، لأن التواجد الأكثف للتيار الصدري هو في المنطقة الخضراء. نعم. واستهداف هذه الكتلة البشرية في المنطقة الخضراء في هذه المنطقة الحساسة سيستفز الدول، خصوصا أمريكا والتحالف الدولي سيستفزها ويجعلها تضطر إلى التدخل لحسم هذه المسألة. نعم. وأنا أعتقد أن التيار الإطار التنسيقي لا يرغب في التدخل الدولي، لأن الأمور لن تسير لمصلحتي في مثل هذه الحال. عبر سكايب من لندن الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي، وكان معنا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكما.